السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله تاني يوم يا جماعة لدورة الفراخ الساسو. إن شاء الله ده تاني يوم هيبقى لهم. برضو بإذن الله هقول لكم هنعمل إيه. أنا سايباهم يا جماعة في الكرتونة ليل ونهار أهوت ومدفية عليهم، يعني أنا ما عملتش فيهم أي حاجة، ما بأكلش ولا بحبس زي الناس ما بتقول. لا، عايزه الفرخ يكبر معاكي ما تاكليش ولا تحبسي. كرتونه زي دهيت ولمبه، يعني اللمبه ديت دي متوطيه يا جماعه زي ما قلت لكم امبارح، وايدها لهم قدامهم الاكل ليل ونهار. النشاره تحت منهم ناشفه ونضيفه، او المكان عامه نضيف ودافي. سيبي بقى الفرخ ياكل ليل ونهار، صيف او شتاء اعملي نفس الشيء كده زي ما احنا بنعمل. عامة يا جماعة الفرخ الساسو تربيته زي تربية الابيض تماما، لان اصلا هو بيبقى فرخ لحم. فرخ الساسو دي بيبقى فرخ لحم، يعني احنا عايزينه يكبر معانا ويشيل لحم ويبقى كويس. في ناس بتسيبه للبيض، وفي ناس بتذبحه، يعني عند ما بيجي يشيل لحم شوية بيتذبح. في ناس بتربي لي البيض، بس انا يا جماعة ما برجحش الساسو للبيض. انا جبت الدورة ديت بناء عن يعني طلب متابعين، فان شاء الله انا جبتها باذن الله هربها برضو معاكم. بس كبيض، يعني اللي هي الناس اللي هي حابة تجيبها للبيض، بلاش يا جماعة الساسو للبيض. الساسو كويس، اي بيديكي لحم، هيديكي بيض في الاول، بس بعد كده بيشيل دهن والبيض بقى بتاعه بيخف شوية بشوية. طيب الناس اللي هي سألتنا يا جماعة قالت طيب افضل نوع ايه مشماء اللي يجيبه للبيض؟ افضل نوع يا جماعة اللي انت عايزة تجيبه للبيض اما بلدي. هقول لكم برضو صفاته ومميزات كل حاجة من النوع اللي انا هقوله لكم دي. البلد يا جماعة، بس البلد اللي هو الاصلي ده كويس جدا جدا في البيض، بس كلحم مش هيديك لحم. انت هتيجي تذبحي فرخة او تذبحي ديك، هتبص تلاقي الحجم بتاعه صغير جدا، ده اول حاجة. بس كبيض هو كويس. طيب احسن حاجة تدينا لحم وبيض، احسن حاجة هتديكي لحم وبيض البلدي المشعر ده. حاجة لسه في كمان نوع يا جماعة لو حابين، بس البلدي المشعر بيبقى حجمه كويس جدا كلحم، وبيبقى كويس جدا في البيض. دي اللي انا شغالة بيه على طول، ده كويس كده. طيب في نوع تاني الفيومي. الفيومي ده برضو يا جماعة كويس جدا في اللحم وفي البيض، وخلي بالكم كمان بيبيض على 4 شهور الفيومي ده. البلد المشعر برضو بيض. بيض عندي الفيوم عندي يا جماعه في الدوره اللي كانت بتبيض عندي ده، بيض عندي على الاقل من 4 شهور. انا كنت طلعت نوبه لو تفتكروا، وكنت قلت لكم فعلا والله يا جماعه الفيوم بيض عندي، بيض عندي يمكن على 3 شهور ونص حاجه زي كده، انما ما وصلش للاربعه. بعد منه على طول البلد المشعر، بعدها باسبوع على طول ما شاء الله لقيته بيض. يعني مش شرط ان هو يقعد معاكي 4 شهور على ما يبيض، ممكن يبيض اقل من 4 شهور. تمام كده. في فراخ بقى بتقعد 5 شهور على ما بتبيض، ده ممكن البلدي اللي هو البلد الصرف اللي انا بقول لكم عليه ده ممكن يقعد 5 شهور على ما يبيض. اما الساسو بقى يا جماعه ده بيقعد 6 شهور على ما بيبيض عندكم. تمام، اعملوا لايك يا جماعه للفيديو. الناس اللي ما عملتش لايك يا ريت تعمل لايك للفيديو. طيب البيض يا جماعه احسن حاجه لهم النوعين اللي انا رجحتهم لكم دول. تمام، الساسو هيديك لحم كويس جدا، بس البيض هيديك شويه في الاول، بعد كده البيض بتاعه بيقل. ده عيوبه ومميزات كل نوع. لو انت عايزين استفسار اكتر انا ممكن اقول لكم. طيب الفراخ تبيض عندك ازاي؟ بدري ما يكون الفرخ واخد حقه من صغره. ازاي واخد حقه من صغره؟ يعني متغذي معاكي كويس، ماشي معاكي على طول، نمو ما وقفش من الاول، ما اهملتش فيه، ما جالوش مثلا اسهالات، ما عندوش جدان، ايه الكلام ده كلته. الفرخ صحته حلوه واكل وشارب معاكي من الاول ومتاسس كويس، ما شاء الله هيبيض معاكي بدري، يعني قبل الفتره اللي انت مستنيه ان هو يبيض معاكي فيها. تمام، فان شاء الله يا جماعه هنتابع مع بعض الدوره ديت باذن الله، وان شاء الله هتنهض معانا ان شاء الله على رمضان، هتكون احجامها كويسه جدا، لان زي ما قلت لكم الساسو يا جماعه نموه سريع جدا، وفي ناس بتحب اكل الساسو دوت عن اكل الفراخ البيضه او اكل الفراخ البلدي. يعني في ناس بتفضل الساسو وفي ناس بتفضل البلدي، يعني عامه كل واحد وذوقه او كل واحد وهوايته للحاجه اللي بيحبها. تمام، امبارح يا جماعه انا كنت حاطه الاكل على كرتونه كده او على اي فرشه على الارض علشان الفراخ تبدا تنقر وتتعلم الاكل. دي اول حاجه عملناها النهارده ان شاء الله، حطينا الاكل في العلافه اهوت، ما شاء الله الفراخ بدات تاكل من العلافه، ده بيكون احسن وافضل. احنا بس بنحط يا جماعه
على الارض، على بس ما الفرخ يبدا يتعود على التنقير. تمام. فتاني يوم بقى ان شاء الله ده اللي احنا هنعمل فيه دواء الاستقبال او هنستقبل الفرخ فيه. خلاص خلصنا اول يوم المحلول، خلصنا طريقه الاكل، التدفئه، كلتنا عرفنا الكلام ده كلته عشان يبقى الفرخ ماشي معاكي صح، ما يتعبش منك، ما يصيبوش اي حاجه، ما يبقاش فيه خساير. تمام. النهارده يا جماعه بيبقى فيه دواء استقبال، يعني انا بجيب دواء استقبال للفرخ من تاني يوم. يعني انا متعوده الفراخ عندي ابيض بلدي ساسو اي فرخ، يعني تاني يوم على طول بعد ما بستقبل على المحلول بنجيب دواء استقبال. دواء استقبال دوت بيبقى عباره عن مضاد حيوي وفيتامينات. اول حاجه بنجيب ازازه كده، يمكن انتوا كلكم متابعين معايا وعارفينها، وان شاء الله انا برضه هجيب لكم. دي الازازه دي يا جماعه، دي اسمها احماض امينيه، دي على طول انا بجيبها للفراخ عندي، دي اسمها احماض امينيه وفيتامينات. بنحط منها 1 سنتي على رطل ميه، ده 12 ساعة، والمضاد الحيوي التاني اللي انا هوريلكم دلوقتي يا جماعه 12 ساعة. تمام. فانا حبيت اوريكم ده الاول، ده اسمه احماض امينيه وفيتامينات، 1 سنتي على رطل ميه، ده كده قلنا هنحط منه 12 ساعة. تمام. خلاص هنركن ده على جنب بقى وتعالوا نشوف التاني. ده يا جماعه ده هو التاني، ده بنحط منه، ده اسمه دوكسين وكوليستين، ده بنحط منه 0.5 سنتي على رطل ميه اللي انتوا شايفينه ده، ده بيبقى بودره، ده برده بيبقى عباره عن مضادات حيويه، يعني لو الفرخ عنده اسهالات، عنده حاجات، الكلام ده كلته ده بيحوش كل الكلام ده. فاحنا عشان الفرخ ما يحصلوش اسهالات ويتعب، بنجيب له حاجه زي تحصين كده معانا. تمام كده يا جماعه. ده برده بنحط منه 12 ساعه للفرخ، يعني من الدواء السائل 12 ساعه ومن الدواء البودره 12 ساعه. فانا ان شاء الله النهارده هبدا بالدواء البودره، احط منه 0.5 معلقة على رطل ميه. طيب الميه اللي انا هحطها هتكون جايه من الحنفيه كده على طول؟ لا طبعا يا جماعه، علشان الفراخ ما تتعبش معانا، الفراخ لسه يا دوبك جايه ضعيفه صغيره، عايزين نحافظ عليها في من التدفئه ومن النظافه ومن الفرشه تحتها ومن كل حاجه، حتى الميه انا مش هجيب الميه يا دوبك كده من الحنفيه بتكون ساقعه والجو ساقع، لا بدفيها شويه صغيرين خالص كده زي ده معلقان معايا، واقوم حاطاها للفراخ. هوريها لكم دلوقتي. ده يا جماعه ده السقايه، ده رتل، امبارح كان 0.5 رتل، النهارده رتل، هنحط 0.5 معلقة على رتل ميه. ده كده يا جماعه انا حطيت الميه للفراخ اهيت تاكل وتشرب، مغطيه عليهم بحاجه زي كده، يعني الكرتون انا مغطيه عليها اهيت، مدفياهم علشان ما يبردوش مني. اللمبه ده مطفيه دلوقتي علشان انا لما جيت اصور ما عرفتش اصور من الضوء بتاعها، فانا يعني طفيتها كده مؤقتا على ما اصور لكم. كده كده اصلا الكرتونه دافيه، يعني منها كانت متغطيه والمكان دافي فما فيش خوف عليهم. فانا ان شاء الله هخلص معاكم وهقوم ايضا لمبه تاني علشان تدفي لهم المكان، وهقوم مغطيه عليهم تاني. طيب محدش بقى يا جماعه يجي يغطي الكرتونه خالص وما يسيبش اي تهويه ويقول ما انت يا ام شيماء اللي قلت غطي عليهم خالص، لا انا بغطي عليهم بس بسيب فتحه صغيره خالص من فوق تجدد لهم التهويه. اهم حاجه يا جماعه التهويه. عودوا نفسكم الفرخ اللي دايما مقفول عليه ومكتوم عليه ما بيكبرش معاك، عشان تكونوا عارفين ما بيكبرش معاك. اهم حاجه حتى لو الجو بارد الجو هوا المفروض بنسيب تهويه للفرخ، اهم حاجه. لو في شمس بقى، الشمس قادحه بس مش دلوقتي طبعا، يعني بعد اسبوع كده ولا حاجه عما الفرخ يبدا يعني يكبر معانا ولا كده، بنبدا بقى نحط الفراخ بتاعتنا شويه في الشمس. ده لو كان الجو دافي والشمس كويسه، يعني ما بتبقاش الشمس قادحه واقوم مسلطه الفراخ منها للشمس، لا يعني بحط نص الفراخ كده في الشمس، يكون شمس كده يعني هاديه شويه، نص الفراخ في الشمس ونص الكرتونه التاني بيبقى ضل، على اساس لو الفرخ مثلا الشمس بتبقى يعني حاميه عليه بتنقل في مكان ضل. تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا جماعه، واتمنى يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ان شاء الله ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس باذن الله عشان يوصله كل جديد. وان شاء الله برده يا جماعه باذن الله كل يوم هصور لكم الدوره علشان نتابع مع بعض. الدوره دي يا جماعه ده يعتبر دي فراخ رمضان باذن الله. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله هحاول باذن الله نتابع معاكم كل يوم على اساس نوصل لاحجام مرضيه باذن الله، وما يتعبش معانا الفراخ ولا يموت منها ان شاء الله اي حاجه. تمام. ده كان الفيديو بتاعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.